اليوم يعني اليوم في إطار العملية التضامنية يعني قمنا اليوم بزيارات ميدانية لكل مطاعم الإفطار، ونحن الآن في مطعم الإفطار التابع للهلال الأحمر الجزائري في مستغانم، والحمد لله يعني طلعنا على يعني كيفية التحضير للوجبات الساخنة للصائمين، والحمد لله يعني كانت الوجبة يعني لا بأس بها الحمد لله يعني من كل الجوانب كانت مليحة، وان شاء الله يعني هذه ما هيش غير اليوم ولا وانما يعني هطيب الشهر الكريم ان شاء الله. والهلال الاحمر الجزائري معروف وغني عن التعريف يعني بالعمليه التضامنيه تاعو، بالمساهمات الخيريه تاعو، بالوقفات تاعو في العمليه في كذا عمليه تضامنيه خاصه بصناع القطاع ولا خارج القطاع. واليوم يعني نشوف كل الشباب يعني شباب مستغني اللي راهم يعني لابس يعني الظهريه نتاع الهلال الاحمر الجزائري كله راه واقف اليوم وراه يعني واقف ويقدم في العمل تاعو الجاد لهذا يعني الفئه هذه، سواء كان يعني كما قلت يعني للمعوزين ولا عابر السبيل ولا حتى يعني الاشخاص بدون مأوى، والحمد لله ونتمنى لهم ان شاء الله يعني كل الخير ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله، وراح تكون فرصه اخرى ان شاء الله وزيارات اخرى ان شاء الله للمطعم هذا ان شاء الله. ونظن يعني ماهوش احنا اللي نعطوا التعليمات اللي هي الاحمر الجزائري، وانما التعليمات يعني بالعكس يعني التوافق ما بين مديريه النشاط الاجتماعي والتضامن وكذا والهلال الاحمر الجزائري، يعني راه عمل توافقي تضامني تماسكي ما بين الهيئتين. الحمد لله يعني اليوم تاسع يوم من الشهر الفضيل، يعني راهي مرت بخير وعلى خير، والحمد لله والحمد لله والشكر لله والفضل يرجع للمحسنين. الحمد لله انا قمنا بهم ولا زيت لا زالت الايام ان شاء الله. خدمه الرجال وخدمه المحتاجين حاجه روعه، نشوفوا وين قدرنا في وهذا على اليوم التاسع حوالي بين يتراوح العدد بين 120 حتى 150 عابر سبيل ومحتاج وغيرهم. العمل كان في قلبي من بكري، مش اليوم ولا البارح ولا من بكري، نبغي الخير وناس الخير. دخلت في هذا العمل صدفة. صديق تاعي وجارنا عبد الرحمن الله يبارك فتح لي ابواب تاعها، قال لي مرحبا بك في اي وقت، والحمد لله يا ربي انضممت مع ناس الخير ورجع ربي يجعل من مثل حال السنة ان شاء الله.